سبقت المقدمة التي كتبها ابن خلدون علم الاجتماع الحديث، وقد اعتبر أحد مؤرخي القرن العشرين البريطاني أرنولد توينبي مقدمة ابن خلدون عملاً متميزاً لا يضاهى في الثقافة الإنسانية. أوجد ابن خلدون مفهوماً جديداً عندما ذكر بأن النظم الاجتماعية للإنسان تتأثر بمجموعة عوامل، أهمها خصائص محيطه وحالة الأرض وتأثير المناخ ونوع الغذاء، بالإضافة إلى عواطف الشخص وروحه، فهي التي توجه قدرته على التفكير. وابن خلدون من القائلين إن الدولة تمر بثلاث مراحل: الجيل الأول ويكون لم يزل على خلق البداوة وخشونتها، والثاني يتحول بالملك والترف والرفاهية من البداوة إلى الحضارة، والثالث الذي ينسى عهد البداوة ويفقد العصبية ويبلغ الترف غايته فتصاب الدولة بالهرم وتذهب بما حملت، وهذا لا ينطبق إلا على الدول الصغيرة. تأثر الدكتور برنارد لويس بوجهة النظر هذه، فاعتبر أن ابن خلدون كان مفكراً عربياً عظيماً، بل هو الأفضل خلال العصور الوسطى الذي أعطى قيمة كبيرة للنقد الداخلي للأحداث، ولم يقبل إلا ما توافق مع المنطق. إن آراء ابن خلدون التي اعتمدت في المجتمع الحديث تعمل على تحقيق التوازن بين حياة الناس المادية والروحية. ينظر مفكرون مثل الدكتور عثمان المحمدي إلى أطروحات ابن خلدون على أنها بلغت المستوى العالمي من حيث اقترابها في وجهات النظر المتعلقة برؤية القضايا الاجتماعية من شخصيات عالمية متعددة، منها البابا يوحنا بولس الثاني. يستعيد الدكتور عثمان زيارة ابن خلدون إلى إشبيليا في إسبانيا عندما قابل دون بيدرو أحد كهنة وملوك القرن الرابع عشر. الآن تشكل تونس مسقط رأس هذا المفكر الشهير نقطة استقطاب لباحثين من دول أخرى، بالإضافة إلى الباحثين المحليين الذين تأثروا بأفكاره. يجري الباحثون أبحاثهم في هذه المكتبة التي تحتضن أعمال ابن خلدون وفي لغات عدة، من بين هؤلاء البروفيسور خالد رمضان مدير المعهد الوطني للعلوم الاجتماعية في تونس، الذي يدافع عن مكانة ابن خلدون كمؤسس لعلم الاجتماع الحديث. هذه المقدمة أعطت العديد من الأفكار التي تمحص وترى من قريب وتفحص الأحداث الاجتماعية وتفسر المجتمع كشيء ينمو كالطفل وينشأ ويصبح كهل ويصبح شيخ، وهذه لهذه المراحل تفاسير. فهذه التفاسير أكدت على نشأة علم الاجتماع. فبالنسبة لعلماء الاجتماع، ابن خلدون هو مؤسسي هذا العلم. علم العمران الذي أسسه ابن خلدون واعتبر فيما بعد هو نفسه علم الاجتماع له موضوع مستقل، هو العمران البشري والاجتماع الإنساني وبيان ما يلحقه من تغير الأحوال. نظرياً هذا العلم يرتبط بأسئلة حول الجنس البشري وحول شكل المجتمعات التي يعيش فيها، ويأمل علماء النفس بفهم العناصر التي تساهم في تحقيق التكييف بين الناس لإيجاد علاجات للأزمات الأخلاقية والتفسخ في المجتمعات. في القرن التاسع عشر أطلق مؤسس الفلسفة الوضعية العالم الفرنسي أوغيست كونت مصطلح علم الاجتماع، وكان يعتبره بحثاً يتعلق بالإنسان ويتضمن أبحاث التاريخ وعلم النفس والاقتصاد. بالنسبة إليه يمر المجتمع بمراحل تاريخية مختلفة، فإذا فهم ذلك المسار عندها يصبح بالإمكان العثور على العلاج للآفات الاجتماعية.
في الحقيقة شرح ابن خلدون هذه الفكرة في كتابه المقدمة قبل مجيء أوغست كونت ب500 عام، وفيه تطرق إلى تطور الإنسان وتخطيط المدن والاقتصاد والصداقة ورفقة السلاح وصون الحضارات. يتصف كل من ابن خلدون وأوغست كونت بشخصيتين مختلفتين. أدخل كونت إلى مستشفى للأمراض العقلية ليعالج من اضطرابات نفسية، بينما سجن ابن خلدون بعد أن شوه سمعته الحساد المحيطون به. فشل زواج كونت لأنه كان متغطرسا وعنيفا. بينما فرق الموت بين ابن خلدون وزوجته وأطفاله بعد أن غرقت سفينتهم في البحر الأبيض المتوسط. تزوج كونت للمرة الثانية، فأثر فيه هذا الزواج لدرجة أنه اعتبر نفسه نبيا لمذهب جديد يدعى دين الإنسانية. بينما تابع ابن خلدون حياته العلمية كمدرس في مصر وشغل منصب قاض قبل أن يتوفاه الله في القاهرة. علماء اليوم مقتنعون بأن خلفية ابن خلدون هذه تثبت أنه مؤسس علم الاجتماع. مع كل إشراقة شمس تفتح صفحة جديدة في تاريخ مدينة تونس، وعلى الرغم من وجودها في بلد صغير في شمالي إفريقيا إلا أنها تحتضن تاريخاً غنياً من الحضارة الإنسانية. إنه نبض الحياة في هذه المدينة التي كانت مستعمرة فرنسية موجودة في أقدم منطقة فيها، والتي تعرف باسم مدينة. جذبت مدينة اهتمام السكان المحليين والسياح على حد سواء، على الرغم من وجود أبنية حديثة ذات هندسة فرنسية في المنطقة الجديدة من تونس. مع ذلك هناك عوامل جذب فريدة على طول أزقة مدينة، كما توجد هنا أبنية شيدها المسلمون عندما توجهوا إلى شمال إفريقيا. الحضارة الإنسانية في تونس قديمة قدم الحضارة القرطاجية التي أسسها البحارة الفينيقيون. بعدها جاء الرومان وشيدوا مدناً ضخمة على طول شاطئ البحر، وبقيت حضارتهم على حالها إلى أن انتهت السيطرة الرومانية. من ناحية أخرى، كان لدخول الإسلام إلى هذا البلد بعد اندحار الرومان تأثير مادي دائم من خلال وجود مدينة، أو روحي من خلال اعتناق الناس للدين الإسلامي. اليوم يتركز اهتمام علماء الاجتماع على زقاق معين في مدينة. تجسد تربة آل بي التاريخ الحديث لهذه البلدة، حيث جرى تخليدها في العملية التونسية المحلية. في هذا الزقاق عاش العالم ابن خلدون في القرن الرابع عشر. مع بداية شهر رمضان في عام 732 للهجرة أو 1332 للميلاد، ولد ابن خلدون في هذا المنزل. هنا أمضى عبد الرحمن بن محمد بن خلدون سنوات طفولته، ولقب ابن خلدون يعود إلى اسم أجداده الأولين. واسم ابن خلدون يأتي من جدهم، اسمه خالد، وباللغة الأندلسية خلدون هي يعني النزعة الأندلسية لكلمة خالد، يعني خلدون، نضع الأون في آخر الكلمة.
جاءت عائلة ابن خلدون من اليمن ثم انتقلت إلى إسبانيا، وعند اقتراب انهيار الحكومة الإسلامية فيها انتقلت العائلة إلى تونس وعاشت في هذا المنزل حيث ولد ابن خلدون. جد ابن خلدون وأبو ابن خلدون كانوا لهم مكانة مرموقة، وطلع بصفة خاصة جده بخطة صاحب الأشغال، يعني يعتني بكل ما هو جبيات وكل الأمور المالية للدولة الحفصية. ترعرع ابن خلدون وسط عائلة ذات نفوذ، ولكن ذلك لم يغير في قيمه وفي رؤيته الأخلاقية لهذا العالم. والد ابن خلدون لم يهتم بالسياسة واعتنى خصوصا بالتعليم الديني في جامع الزيتونة المعمور آنذاك. يقع جامع الزيتونة وسط مدينة بالقرب من منزل ابن خلدون. كان هذا المسجد مركزاً للتوجه الديني والاجتماعي في تونس قبل تأسيس جامع الأزهر في مصر. هنا تلقى ابن خلدون دروسه الأولى في مواضيع مختلفة مثل أصول الدين والشريعة والمنطق والتوحيد، إضافة إلى الصرف والنحو والبلاغة والأدب. كان ابن خلدون مرتلاً مجيداً للقرآن الكريم بالقراءات السبع. الأمر المميز في حياته هو توجيه والده له وتلقيه العلم على يديه وأيدي زواره من العلماء. حول والد ابن خلدون اهتماماته من السياسة إلى تطوير المعرفة، فنظم حلقات لها علاقة بالتعليم حضرها علماء من إسبانيا وشمال إفريقيا، فكان المنطق والفلسفة والرياضيات وعلم الفلك والعلوم من بين المعارف التي كانت تطرح للنقاش خلال تلك الحلقات العلمية والثقافية. أضاءت هذه الحلقات مستقبل ابن خلدون. هذه الإيقاعات المتناغمة مع الزقاق الضيق في مدينة كانت تجذب انتباه الزائرين. إنها آلة موسيقية يبرع مراهقو تونس في العزف عليها وهم يسعون لكسب عيشهم من بيعها. تعلم ابن خلدون العزف على هذه الآلة عندما كان مراهقاً. فاتحة وظائف ابن خلدون كانت كاتب رسائل في ديوان ملوك عدة. كانت هذه بداية حياته السياسية كشخص قدره الناس، رغم أن هذا التقدير لم يكن شاملاً. خبرة ابن خلدون في خدمة فاتحي شمال إفريقيا وصولاً إلى فاتحي إسبانيا قد علمته معنى الحياة في السجن وحياة المنفى بعد أن عمد حساده إلى تشويه سمعته. في 36 من عمره بدأ ابن خلدون الكتابة عن علم العمران، ودون ذلك في أكبر نتاج علمي له هو المقدمة. في ماليزيا لا تزال كتابات ابن خلدون تلقى اهتماماً كبيراً، ويتولى العلماء الماليزيون ومنهم الدكتور عثمان المحمدي مسؤولية تقديم وتوضيح أفكار ابن خلدون والتي لها علاقة بظاهرة أيامنا هذه لحل الأزمات الاجتماعية في مجتمعاتنا. وسواء أكانوا تقنقراطيين أو ذوي اختصاص، فإنهم يفضلون أفكار ابن خلدون على الأفكار الغربية التي لا تحقق التواصل بين الإنسان وخالقه. هذا الرابط بين الإنسان وخالقه جعل أفكار ابن خلدون أكثر تقبلاً لدى الجمهور من الأفكار الغربية في علم الاجتماع. يعتبر ابن خلدون الحضارة والمجتمع على أنهما معرفة العمران، وهذا غير موجود في الغرب بطريقة منهجية.
أما الفلسفة الوضعية حسب ما جاء بها أوغست كونت فهي شرحه لعلم الاجتماع، وهذا أمر كان ابن خلدون قد وصف مبادئه ونظرياته قبل قنون عديدة. تحدث ابن خلدون عن التضامن في المجتمع. تحدث ابن خلدون عن أهمية الروح بالنسبة إلى الجسد، ولكن علماء الاجتماع الغربيين لم يشرحوا هذه المسألة إلا حديثاً، أي في القرنين 19 والقرن 20، بينما شرحت هذه المسألة قبل 600 عام. تحدث ابن خلدون عن تخطيط المدن وعلم العمران. فيما يتعلق بتخطيط المدن ومفهوم علم الاجتماع، تحدث ابن خلدون عن تخطيط المدن، ولكن هذه المعرفة لم تصل إلى الغرب إلا حديثاً، ولقد بدأ الآن بتدريسها في الجامعات. لقد رأى ابن خلدون في تخطيط المدن حقلاً معرفياً هاماً يجب تدريسه واتباعه بطريقة نظامية، بحيث أن العلاقة بين ما يسمى بناء البيئة وسلوك الطبيعة هي علاقة متجانسة ومكملة لبعضها البعض. كما تطرق ابن خلدون إلى مستوى تطور الذكاء الإنساني، وهو ما يطلق عليه اليوم IQ, EQ وSQ، أي مستوى حاصل الذكاء والأهلية الأخلاقية والتطور الروحي. ولقد وضع ابن خلدون كل هذه المعارف تحت مصطلح الملكة. تناول ابن خلدون أيضاً في مقدمته علم الاقتصاد. في الواقع الاقتصاد الحيوي هو اقتصاد قوي، فللإنسان حاجاته ويجب أن تلبى، كما يجب أن تكون هناك أيضاً علاقة جيدة بين المنتج والمستهلك. وتحدث ابن خلدون عن الضرائب. اعتبر أن فرض الضرائب بطريقة مدروسة أمر مفيد، بحيث يتفاعل المجتمع والتجار بطريقة إيجابية، وهذا يساعد على تطوير البلد. أما الضرائب فيجب ألا تكون عالية أو منخفضة. كما حدد ابن خلدون التدابير التي يجب اتخاذها لإنقاذ الحضارات من الدمار. لحماية الحضارات من الانهيار والدمار، نحن بحاجة ماسة إلى المعرفة والتدريب، وبحاجة أيضاً إلى تجنب الانحطاط الأخلاقي وإدخال التحسينات لتهذيب المعرفة والروح والثقافة، وعدم السماح للحضارة بأن تسلك طريقها الخاص. كان ابن خلدون متقدماً على الغرب في اكتشاف علاج الأزمات الأخلاقية للمجتمع، حيث ضمن كتابه المقدمة الكثير من التفاصيل حول ذلك، وما على أبناء جيلنا المعاصر إلا مراجعته والاستئناس به لاتخاذ القرار الصحيح لتوجيه مجرى حياتهم الوجهة المناسبة.